في الحلقة الماضية من مذيع العرب. 13 مشترك تنافسوا أمام لجنة التحكيم، واللي انضمت ليها الإعلامية المصرية ريهام سعيد. استبعدت ريم تامر من المسابقة قبل ما ندخل مرحلة الزبط، واللي منحت ساندرا فرصة الانتقال لدائرة الأمان. وصل باسم طبانة ومحمد الجنيبي إلى مرحلة الخطر، والكلمة الأخيرة كانت في إيد الجمهور، واللي أدت لخروج باسم طبانة من مصر. للمرة الثانية على التوالي اللحظة الذهبية كانت من نصيب دانيا زرزر، واللي فازت بلقاء مميز مع الإعلامية ريهام سعيد في اليوم الثالث. عشان تبقى مميزة على الناس كلها لازم تبني لنفسك شخصية. الليلة الحلقة الخامسة من البث المباشر، وحينضم للجنة التحكيم ضيف رابع، الإعلامي المصري مفيد فوزي. ابتدى العد العكسي، مين حيتغلب على أصحابه ويكون قدها؟